مرحبا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وهنا انا راح اسوي عمل طريقه البوتشيني البريدو بالدجاج والفطر، هسه راح اسوي وياكم الطريقه وان شاء الله تنال اعجابكم. راح اشوفكم المواد حضرتها. هنا ايش حضرت؟ صدر دجاج وثوم وراس بصل، وهنا أنا فلفل حار ثوم مطحون وشوية ماجي، وهنا أنا 7 بهار وبابريكا، وهنا أنا جبن مترون جبن مبروش العفو، وزيت زيتون وملح وفطور وكريمة وزبد، وهنا أنا فوتشيني أو المعكرونة هذه النوعية. وهنا إيش حضرت؟ حضرت عندي هذه الطاوة، حضرت عندي التختة. هسا إيش راح أسوي؟ أثرم البصل، وبالبداية شو راح اسوي؟ راح اسوي صدر الدجاج، بعدين اترم البصل والثوم، هاي الاشياء اللي جهزتها. انا عندي صدر الدجاج غسلته كل الزين وراح اقطعه شرائح. انا سويت، حطيت عندي هذه الجدرية وحطيت بيها مي وملح وشوية زيت على مود لا تعجن عندي الفوتشيني، يعني حالها حال المعكرونة أو يعني من أشياء تريدون تسلقوها تحطون هذه الأشياء بالبداية. صراحة أقبلها وخليها لحد ما تفور إن شاء الله، وأحطها وأشوفكم النتيجة مالتها شلون تصير. وهنا أنا حبيت أقطع الصدر وياكم، أنا راح أقطعه شرائح كلش رفيعة. طبعا انا اول مرة اسويها هذه الطريقة، انا حموات مسوياتها بس انا ما مجربتها، حبيت اجربها اليوم. وان شاء الله اجربها وتطلع كلش طيبة على مود اعيد اسويها مرة ثانية. اتقطع شوية بصعوبة لان يعني عندي الصدر جامد بي يعني بعده. هسه راح اخلصه واتبله واعوفه على صفحة بين ما اثرم المواد الباقية واسلق الفوتشيني. هسه هذا صار كله شرائح رفيعة. وهنا أنا خلصت صدر الدجاج، قطعته مثل ما قلت لكم شرائح، وهنا أنا بنفس الطاوة راح أتبل بها الدجاج وهم على مود أحمسه يبقى الطعم بالطاوة. راح أحط شوية زيت الزيتون، وراح أحط البهارات 7 بهار وبابريكا وماجي شوية وثوم مطحون وفلفل حار. راح أجانسهم زين واحط فوقهم صدر الدجاج بين ما اسلق الباستا مثل ما قلت لكم، واتبل العفو اقطع البصل والثوم. شوية اخليه بس ياخذ يتخمر يعني بالبهارات ياخذ طعم. جاهزة زين وارجع لكم. صار عندي بهذا الشكل تبلته. هسه شو راح اسوي؟ راح اطبقه واخليه يتبل لحد ما اكمل. وهنا انا راح اقطع البصل، اقطعه كلش ناعم. قد ما تقدرون تسوونه ناعم سووه، ما يصير خشن. يعني ايام تجيكم تحتارون بالغداء تحتارون بالعشاء، واحد يسوي هاي الطبخات وينوع من الاكل مالته.
وهم طيبة. طبعاً أنا ما استحمل من أسوي البصل، عيني بسرعة تقوم تحرقني، تصير حمرة قد مرة. أضوج من ثرم البصل. بس نسوي لازم واحد يسوي بالطبخ. والله قوة جاية ثرمها. أنا كلش أكره البصل بالثوم، لأن عيني تصير فد مرة كلش تأديني. ما تحاولون تسوون ناعم، بس أنا سويته كلش ناعم. أصلا أنا هم أحب البصل ناعم، ما أحب هاي الأشياء تصير خشنة. صار هسه كلش ناعم. وراء ابدي اثرم الثوم، حطها هسه بماعون وابدي اثرم الثوم، هم كلش ناعم. هسه خلصت للبصل، وهنا انا هسه بديت بالثوم. هم لازم اسويه ناعم. طبعا ان شاء الله انتم تجربوها وتطلع طيبة هاي الطريقة، وتكتبوا لي في التعليقات. انا متأكدة تطلع طيبة، لان هي الاشياء اصلا اللي تحطيها وتسوين هاي الصلصة مالتها تطلع طيبة. هسه كملت، صار عندي ناعم كلش. هم راح احطه بمعون على صفحه واكمل باقي الطرق مالتها. هسه كمل عندي الثوم، عندي فرن مي، هسه راح ادبها على مود تفور وتستوي. هسه راح انزلها زين اسويها. وهنا انا هسه عدلتها، راح اخليها تفور على راحتها. طبعا بس تستوي راح اطلعها، ما اريدها تعجن. اول ما تستوي اطلعها. هسه راح اطبقها. تستوي وارجع لكم. أنا هسه الدجاج حطيته على النار أريده يستوي، إن شاء الله يستوي أشوفكم النتيجة مالته. خمس الطرق مالتها. أنا عندي استوت البوتشيني، هسه راح أصفيها أبزلها يعني. أنا بعد ما صفيتها وغسلتها كل الزين على مود تبرد، ما أريدها تعجن. أنا بنفس الطاوة أو الجدر هذا اللي عندي صفيت من البوتشيني، راح احمس بيه البصل والثوم. الطاوة حمت، راح اضيف الزيت، راح اخليه شوية يمون او اضيف البصل. هنا جاي الزبدة، طبعا ما احكيكم على ريحته، الزبد كلش طيبة. راح يذبل بعد واحط البصل، احمس البصل بالزبد. وهنا بعد ما مع الزبد
يحمس البصل، احمسه حمسه زين يعني بس يذبل، واحط فوقه شويه ثوم واحط الفطار، خليهم يحمسون سوا. هسه راح انتظر لحد ما البصل يحمس. تدوس الجدر اريد اسلق له البوتشيني العمده الخاصه بي على مود اطلع له صلصه واحط اسوي له على صفحه. نجهز عندي الدجاج. انا بعد ما حمس عندي البصل ادق الثوم خليه يحمس يحمس وياه، راح اضيف العفو فوقه الفطر. انا بعد ما حمسوا المواد راح احمس الفطر خليه يحمس سوا ويا المواد. خليه يحمس زين وارجع لكم. وهنا حطيت الفوتشينو هاي دوسه فريتين تستوي واصفيها. نسيت اقول لكم حليب هم اضيف لها قلاص حليب قلاص كريمه، وكريمه عندي بقت هنا هم اضيفها فوقهم. وهسه حمس عندي الفطر، حمس عندي البصل زين، راح اضيف الحليب والكريمه. وراح اضيف الكريمه الباقي عندي بالباكيت، واشوف اذا يحتاج هم اضيف بعد، وراح اضيف فوقهن الجبن على مود يموع يعني ويا الصلصه. عندي ضفت بعد كريمه وبعد حليب، اريد الصوص مالتها يصير هوايه. هسه اريدها تفور على مود اضيف الجبن، صارت بهذا الشكل. هنا هسه راح اضيف الجبن. خليه يموع ويا الصلصة. خليه يموع واضيف عليه الدجاج. هنا ثقنا عندي وماع الجبن. راح اضيف الدجاج. هسه راح ادعسه. طبعا اطلع صلصة على صفحة اليوسف، وبعدين اني نخطط الفوتشيني مالتنا. وهسه راح اضيف له شوية فلفل حار. اكملها وارجع لكم. طلعت هذا اليوسف، هذا بقى انه هسه راح اكمل مال يوسف هذي. وهنا الفوتشيني مال يوسف خبصت، صارت عندي بهذا الشكل. طبعا والطعم كلش طيب، طقت اني منها شوية. هذه مالتنا، هذه صار شكلها. هسه راح اخلي محمد يذوقها ويعطينا رايه. طبعا انا غاسله هاي الشكردانات خليتني نشفن. كلش طيبه صدق؟ والله انا طبعا مثل ما قلت لكم اول مره اسويها. طعمها طيب. بالعافية. لا فيش. طبعا هسه راح نقعد نتغدى. هلو 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 هارتي. شنو هذا؟ تيبون. تيبون عود الكبر الجديد مال ابوه. وين انا محمد جاي ذوقه. بقى مستمر راح يتغدى قبلنا. لا يا ابا جاي ذوقه. هاي جاي تذوق مو؟ ايه. يلا بالعافية. بالعافيكم. يلا. بالعافيكم. شو قد نغدى؟ يا صراحة صوب. وهنا أنا طبعا أنا خلصت غسلت لماعينها، واللي هنا راح أختم وياكم الفيديو ويا محمد راح يخلصها. خلي نروح نلحق عليه. لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. أنا شراء مع ألف سلامة.
اذوق مالتك يوسف. وهاي قبل لا انهي الفيديو مالتي خلنا نشوف راح يذوق صلصه هذه مال يوسف. السلام عليكم. البنين والبصير الفقراء معاهم. وعن صوت التلفزيون احنا عندنا عالم معلي الجهاز. يوتيوب كلش طيبة. اه مال يوسف هم كلش طيبة؟ هاي مال يوسف هم عجبتهم. يا كم يذب؟ شيل يا حبيبي شيل يا بابا. يلا باي. يلا باي باي.